نقول فكرتي، نعم. اي واحد يعمل على الكرسي في النظام السابق ولو يبدا يطلع حاجه خطره هيك معناها يبدا بيض هنا، معلش يقعد معلش نبوح حتى المذيعين كلش نبوح ملينا منهم كلهم صح يفكروا النظام السابق حتى يقول في النشره معش نبوا الرجل المناسب المكان مناسب ونولين معش نبوهم وطنيه حاسبين شهادات دكتوراه والله مزوره اقسم بالله دكتور انا نعرفه يسمي في روحه دكتور متخرج من بريطانيا اقسم بالله ما يعرف يتكلم انجليزي كيف متخرج اقسم بالله ورب البيت ما يعرف يتكلم انجليزي كيف متخرج من بريطانيا وحصل على الدكتوراه الله اعلم الله اعلم